مصر تفرج عن وثيقة وقعت في كامب ديفيد بشأن حكم ذاتي كامل للفلسطينيين في الضفة وغزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم اسلام من قناة علمني معلومة. قبل ما نبدأ في الفيديو عاوزين لايك جميل واشتراك في القناة عشان تدعمني وأقدم دايما الأخبار على مدار الساعة، وشكرا لكم. نشرت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات وثيقة قضت بإقامة حكم ذاتي كامل للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وقعت عليه الأطراف الثلاثة من كامب ديفيد عام 1978. ونصت هذه الوثيقة التي رفعت القاهرة السرية عنها على بدء بترتيبها انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، ورسمت خارطة الطريق لإقامة حكم ذاتي كامل شديد الشبه بما ورد في اتفاقية أوسلو. ولفتت هذه الوثيقة التي وقع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحم بيجن ورئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر إلى أنه لإقامة حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة، الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية منها ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية حاليا. ورأت الوثيقة أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة وقطاع غزة، وقد ينضم وفد يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه. وأفادت بأن من وصفتهم بالأطراف ستتفاوض بشأن اتفاقية تحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة، وسيتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع معينة. وستتضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام. وقالت الوثيقة أيضا أنه سيتم تشكيل قوة بوليس محلية قد تضم مواطنين أردنيين، بالإضافة إلى ذلك ستشارك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود. وقضت بأن الفترة الانتقالية بسنواتها 5 ستبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي بما يعني المجلس الإداري في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية. ورأت أن مفاوضات الوضع النهائي للضفة وغزة ستجري بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وستدور المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة. المصدر: الهيئة العامة المصرية للاستعلامات. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الخبر عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لدعمنا وتقديم الأفضل. وكان معكم إسلام من قناة علمني معلومة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.